صدور الفراخ امبارح كانت ب 135 جنيه، والنهارده ب 145 جنيه، وراك الفراخ برضو كانت ب 60 جنيه، النهارده ب 70 جنيه. كنت نزلت فيديو امبارح على الانستجرام بقول البدائل بتاعت صدور الفراخ الحيوانيه اللي تقدر تعتمد عليها، ولقيت على الفيديو اقبال كبير قوي، ولقيت فيه اسئله كتير قوي، فاقول لكم على البدائل دي النهارده وهشرح لكم كل حاجه بالتفصيل. يلا بينا نبتدي الفيديو النهارده. السلام عليكم، ازيكم شباب؟ ايه الاخبار؟ معاكم ميكو داميكو فات فروم في البيت، فيديو جديد وحلقه جديده. خلينا نشوف الفيديو بتاع الانستجرام اللي انا كنت نزلته امبارح على البدايل بتاعه صدور الفراخ، وخلينا نحلل كل حاجه مع بعض بالتفاصيل. تقريبا بتزيد 5 جنيه كل يوم لحد ما وصلت ل 135 جنيه ده الكيلو. امبارح. فخليني اقول لك ان انت ممكن تبدل الفراخ البانيه بالوراك. كيلو الوراك تقريبا بيبقى منه حوالي 60 جنيه. امبارح كان ب 60 جنيه، نعم النهارده ب 70. 60، اقل شويه، دسم اعلى شويتين، بس انت في ايدك ان انت تقدر تشيل الدسم اللي فيها ده. اغسل الفراخ كويس، شيل الدسم اللي فيها ده، وده بروتين حيواني يعني تقدر تعتمد. لقيت في اقبال كبير على الفيديو، في كومنتس قالت لي هيغلوا الوراك عشان بدات تتكلم عليها، اتكلم عن الكبده، السمك، الكلام ده كله. طيب مبدئيا يا جماعه، صدور البانيه النهارده وصلت 145 جنيه، طبقه البيض وصلت 100 جنيه. مش بقفلها في وشك، بس انا بعرفك بس الدنيا، وانا هدفي ان انا اساعدك ان انت تلاقي مصادر تانية تاخد منها احتياجك من البروتين على قدر المستطاع، مش لازم 100%. ممكن تاخد 2 جرام لكل كيلو في جسمك بدل ما كنت تاخد 2.2، يعني علشان تراعي الظروف بس السيئه الحمد لله اللي احنا بنمر بيها. فبالنسبه للوراك، خلينا نبتدي بس بالسمك الماكريل، علشان الناس كتبت لي في الكومنتس برضو ان سمك الماكريل كويس، وفعلا السمك الماكريل كويس، بس في نقطتين عايز اتكلم فيهم. اول حاجه ان سعر السمك الماكريل طبعا ده سعر 99 جنيه، اي ثينك ان الكيلو ماكريل للاسف وصل ب 100 جنيه، كان زمان ب 40 جنيه. بس سمك الماكريل فيه بروتين كويس قوي وفيه دسم عالي، حتى لو انت هتعمله في الفرن، حتى لو انا هعمله في الفرن، انت بتتكلم ان ال 100 جرام ماكريل تقريبا فيها تقريبا من 20 ل 24 جرام بروتين، وفيها حوالي 15 جرام دهون، واحنا عارفين طبعا ان جرام الدهون فيه 9 كالوري. فانت بتتكلم او على ماي فيتنس بال، لو ما شفتش الفيديو بتاع ماي فيتنس بال اللي انا شارح فيه كل حاجه، ممكن اظهر لك على الشاشه تدوس عليه عشان تشوف التوتوريال او الشرح. ال 100 جرام من سمك الماكريل، السمك الني، فيهم 200 تقريبا 230 كالوري، وفيهم 15 جرام دسم، وفيهم 23 جرام بروتين. غالي ماشي. خلينا نتكلم عن الوراك اللي انا اتكلمت فيها في الفيديو، بس خلينا اوري لك بس او اقول لك عن سمك التلافيا او سمك البلطي. سمك البلطي كويس، بس ما يبقاش شارب ميه مجاري، عشان للاسف اللي في الوضع الحالي يعني هو وسمك الباسه بتلاقي ريحته خرب، استغفر الله العظيم، مش عارف بياكلوه ايه ولا بيشربوه ايه. فهات سمك تلابيا كويس من حد انت واثق فيه، هيكون ارخص شويه، اي ثينك ان هو دلوقتي في رينج ال 70 جنيه. ال 100 جرام فيهم 20 جرام بروتين، والدسم اللي فيه قليل جدا، علشان كده قبل البطولات بينصح ان انت تاكل سمك فاتي، حاجه زي الماكريل او حاجه زي السلمون، وممكن برضو سمك التلابيا. تمام كده. بالنسبه بقى للتشيكن ثاي، اللي هي الوراك، يعني الوراك مشكلتها حاجتين، البروتين اللي فيها اقل والدسم اللي فيها اعلى، بس مش اعلى كتير، يعني انت في ايدك ان انت تقدر تقلل الدسم ده. تمام. ال 100 جرام او الورك الواحد اللي هو متوسط الحجم، يعني بتتكلم ان فيه 15 جرام بروتين، طبعا 100 جرام صدور فراخ فيها 31، يعني تقريبا نص، يعني انت عايز لك وركين، والكيلو تقريبا فيه 4 وراك، يعني انت تقريبا عايز لك نص كيلو، والكيلو النهارده ب 70 جنيه، يعني بتتكلم في 35 جنيه، اهون كتير قوي 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 من 145 جنيه. هتتكلم هتقول لي ان فيه فات 6 جرام، يعني الوركين فيهم حوالي 12 جرام، انت في ايدك ان انت وانت بتغسل الفراخ تشيل منها الدسم اللي فيها، تنزلها لجرام او ل 2 جرام او ل 3 جرام، ارخص وتقدر تعتمد عليها بكتير جدا. كنت اتكلمت برضو عن المصادر النباتيه، حاجه زي اللنتل او حاجه زي العدس، العدس او اي مصادر نباتيه كويسه في البروتين، بس المشكله ان انت بتشرب ميه كتير، فالكميه اللي فيها بتنفش، بتبقى كميتها كبيره قوي، وفي نفس الوقت نشويتها بتبقى عاليه، فمش مصدر لين سورس اوف بروتين، مصدر للبروتينات فقط، بيبقى معاها نشويات. ال 100 جرام او الكوب من اللنتل، لو قلنا 100 جرام خلينا في الجرامات يعني احسن، في 25 جرام بروتين وبس في 41 جرام نشويات، وطبعا ده الوزن الني، يفضل ان انت توزنها ني، علشان انت لما بتضيف لها ميه، ولو ضفت لها ميه كوبايه ميه او كوبايتين او كوبايه او 3 كوبايات كده كده هيشربوا الكميه ديت. واخر حاجه معانا
الفول، الوزن الفول المستوي او الفول المستوي 100 جرام منه فيه 8 جرام بروتين وفيه 20 جرام كارب. فدي مصادر ممكن اقول لك تقدر تعتمد عليها الى حد ما، ارخص كتير من صدور البانيه، وهتدخلك كميه احتراجك من البروتين، بس زي ما قلت لكم يعني حاول تقلل الرينج بتاع البروتين بتاعك شويه، مش لازم يبقى 2.2 ولا 2.5 لكل كيلو في جسمك، ممكن تخليهم 2 على فكره، ممكن تخليهم 1.9 لو انت اكتف قوي وعندك ماسل ماس اكتر، هتحتاج كميه اعلى طبعا، بس يعني احنا بنلاقي ورك راوندز او بنلاقي حلول بديله رخيصه اقتصاديه تساعدنا ان احنا نكمل وان احنا ما نبطلش وان احنا نوصل لهدفنا وان احنا نعمل فيزيك كويس، حتى لو بتتمرن في البيت او بتتمرن في الجيم او في اي حته. ده الفيديو بتاع النهارده يا شباب، اتمنى ان الفيديو بتاع النهارده يعجبكم ويكون خفيف على قلوبكم بجد. الكومنت بتاعك واللايك ممكن ينقلني في حته تانية خالص، فبعد اذنك لو انت شايف ان انا بقدم لك محتوى كويس وانت وصلت لحد هنا بالفعل، انزل تحت الفيديو بعد اذنك سيب كومنت سيب لايك، ويا سلام لو شاركت الفيديو مع اصحابك، يعني حاجه كده ايه صدقه العلم نشره، هكون ممتن جدا ليك. شكرا شباب، ان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجايه. بيس.